تعين. اسمي عبد الإله الجاسم، مدرس لغة عربية، طالب دكتوراه في جامعة غازي في أنقرة. ممكن أن تعرفونني عن أسمائكم؟ بالنسبة للمحادثة تحتاج إلى مخرج صحيح. إلك شرط محادثة درسندة مخرج دقت إذن لطف öğrendik ama bazı ya, yani yanlış öğrendik mahrac olarak. Neden? Yani mesela Türkçe olarak Türkçe'de o ö gibi mi? Hayır. Ol öl zaten bazı mana değişti. Değil mi? Lidâlike dikkat edin lütfen. Yani mesela اثنان demek ki ne? İki. Esnan, dişler. Fark. Bu sebep lütfen ze, se, se böyle dikkat. Bu bir. Hadese. Yani netaallamu fil muhadese mesela elbeyt, المدرسة، هذه يعني تعتبر تمل أساس. البيت، المدرسة، أشياء البيت، أعضاء الجسم، الألوان. Anlıyor musunuz? Bu kadar yani siz yapacaksınız. Ben sadece işrah, müşrif yani tamam. يعني نعم يا أستاذ. بهذا الشكل. ev بيت dağ جبل öğretmen معلم böyle değil. Tamam mı? Dikkat edin. Siz dil yapın. Yani mesela ma hada ma hadihi önemlidir muhadese. Fil muhadese fil muhadese نقول ما هذا هذا كتاب ما هذه هذه طاولة. إن شاء الله يعني اليوم درسنا هو يعني الخطة للدرس وتعارف تانشما. إن شاء الله بشكل ده نتابع دوام الدجاز. أقول اسمي عبد الله، أنا من تركيا، من مدينة أنقرة، أسكن في يني محلة، أعمل في مدرسة مثلا خليل ناجي الكوكول مثلا. أنا اسمي أحمد، أسكن في بورصة، أنا تاجر. هكذا يعني تستطيع أن تتكلم عن الاسم والمهنة والعمر. اسمي، عمري، عملي. تمام؟ اسمي سليم، عمري 38 سنة، عملي معلم، أنا معلم. تمام؟ تفضل. أريد ثلاث أشياء فقط، اسمي، عملي، ومكاني. اسمي سليم، أنا من تشرم، عملي معلم. اسمي عبد الله، عمري 50 سنة، أنا موظف. بقدر يتر شمي سلام. هذا يعني سيكون درسنا في المحادثة، وفي الدروس القادمة نحتاج إلى فتح الكاميرا، يعني يجب شرط أن نفتح الكاميرا. حاولوا ألا تتأخروا عن الدرس. موعد درسنا يوم السبت الساعة 10 صباحا إن شاء الله. في كل درس نلتقي على المحادثة.
محمد سوف تنشئ جروب في الواتساب، مجموعة يعني، وتضيف عليها الطلاب، وأنا قبل الدرس أرسل إليكم شيء يعني مضمون الدرس القادم عن طريق صور وكتابات، وأنتم تستعدون للدرس بهذا الشكل إن شاء الله.